حول هذا التحرك؟ تحياتي لكم، صباح الخير لكم المشاهدين. يعني مسجدات اليوم أن هناك بصيص من الأمل أثر تصريحات الكرملين بأنهم مستعدون للتفاوض مع، يعني لطالما حسب الكرملين لطالما نشدت روسيا المفاوضات مع الدبلوماسية. هذا كان مشجع للبيت الأبيض ورحب، يعني هذا الموضوع هو جدد الأمل في أن الدبلوماسية قد تنجح. ولكن نقل السفارة الأمريكية من كييف للبيب، فهذا يعني ما زالت الولايات المتحدة تجد أن روسيا تحشد قواتها بشكل لا يمكن التنبؤ معه، فيما إذا بالفعل سوف تحجم عن الغزو. يعني رغم هذا الأمل، ولكن لا يستطيعون أن يستبعدوا تماما موضوع الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا. هم يعني يتصرفون وفق أسوأ السيناريوهات، وعليهم أن يحموا دبلوماسيهم ومدنيهم وأيضا العسكريين المتواجدين سواء من المدربين أو غيرهم. فهذه الاحتياطات تأخذها أمريكا بعين الاعتبار. وكذلك سمعنا أيضا من البريطانيين نفس التأييد لهذا بصيص الأمل هذا الذي أنعش الحوار الدبلوماسي أو الأمل في أن الغزو لن يكون وشيكا بذات الدرجة، ولكنه ما زال يعني لم ينفوا احتماله. بالعكس، الحشود الروسية تؤكد أن هناك شيء ما، حتى أن المستشار الألماني قال أنه لا يوجد هناك سبب مقنع لوجود كل هذه الحشود العسكرية على الحدود الأوكرانية. فالقلق ما زال موجود وبشدة، ولكن مجرد بصيص الأمل يجعلنا يعني نتوقع أنه قد يخف التوتر قليلا في الأيام المقبلة. ولك هنا كمن يرى أن هذا التصعيد وهذه الهستيريا تأتي من قبل الأمريكيين والبريطانيين، يعني بعكس الموقف الأوروبي، وهذا أيضا تقوله روسيا. ما رأيك في هذه القراءة؟ يعني الاتهامات متبادلة. إذا نظرنا إلى الواقع، الحشود الروسية هي التي تواجدت بادئة ببدء على الحدود الأوكرانية أو بمقربة الحدود الأوكرانية وبدأت تتزايد، وهذا ما أثار قلق الأمريكيين وبالتالي الأوروبيين وحلف الناتو. وردا على ذلك، وجدنا أن هناك يعني تصريحات للأمريكيين بأن هناك هجوم محتمل وشيك، وهذا الهجوم الذي تحدث